غاد عيد تسأل: ماذا يجري في نقابة الأطباء؟ هل تطوى الصفقة الحالية كما طوي ملف بيت الطبيب؟ أمين سر النقابة يكشف كل التفاصيل. هيئة الإغاثة تمسح أضرار المزارعين، تدون أسماءهم ولا تعوض عليهم. فمن يسرق أموال المساعدات؟ وأين أصبحت قضية اللواء المسجون إبراهيم بشير؟ وفي الحلقة: البيانات الوزارية حبر على ورق. في الحلقة المقبلة من برنامج الفساد الأربعاء 9:15 مساء على الجديد.